السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه أفضل تحية أحيي بها كل مغرب ومغربية في نهاية هذه الأيام الزكية، حيث أبارك للجميع غدا إن شاء الله تعالى عيد الفطر. أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك للجميع في المال والأهل والولد والعمر، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع من كل هم ومن كل بلاء ومن كل وباء ومن كل ضر، آمين يا رب العالمين. هذه تهنئة عامة، وهناك تهنئة خاصة إلى جنود الخفاء. وما أدراك ما جنود الخفاء؟ من مسؤولين وأطباء ومن محسنين وعلماء، فأسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يدخل هذا العيد على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالصحة والعافية والسعادة الأبدية، وأن يحفظه في جميع أسرته، وأن يبارك فيه وفي شعبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ختم الله رمضان بالرحمة والغفران، وتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وكل عام والأمة الإسلامية بألف خير. عيد مبارك سعيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي المغاربة، معكم صلاح الدين بصير. كيشرفني أنه نتقدم لكم بأحر وأخلص التهاني بمناسبة عيد الفطر المجيد. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة والسلامة، وباش ما تمنيتو نتوما والوليدات ديالكم والأهل ديالكم وكل ما هو عزيز عليكم. طبعا الحال أخوتي المغاربة، ما تنساوش نبقاو متشبتين وملتزمين كذلك بالإجراءات والتدابير الوقائية والتباعد الاجتماعي والحجر الصحي إلا للضرورة. الوقاية خير من العلاج. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام والصدقات، وعيدكم مبارك وسعيد. أسأل الله عز وجل أن يرفع عنا هذا الوباء والبلاء، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة عيد الفطر السعيد، أتقدم بالتهاني والتبريكات للمسلمين عامة وللمغاربة خاصة، حيثما كنتم في هذا العالم أقول لكم عيدكم مبارك سعيد، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، سائلين الله تعالى أن يعيد علينا أمثال هذا العيد، وقد زال عنا البأس ورفع البلاء، جعلني الله وإياكم من المقبولين والفائزين، وغفر الله لنا ولكم ولوالدينا وذرياتنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم، معكم رضوان الحمر. عيد مبارك سعيد، تعيدوا وتعودوا ان شاء الله انتم والعائله الكبيره والصغيره، وانتم دائما في حاله صحيه جيده. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، وجعلها خالصه لوجهه الكريم. خوتي المغاربه، نبقاو ملتزمين بالحجر الصحي، ونزيدوا نتحلوا بروح المسؤوليه في هذه الفتره ديال التمديد. ان شاء الله نطبقوا التدابير الوقائيه والاحترازيه بشكل صحيح، باش نرجعوا حياتنا الطبيعية بسرعة إن شاء الله. السلام عليكم خوتي المغاربة، أتمنى تكونوا بخير وعلى خير. بمناسبة عيد الفطر، كنتمنى لكم إن شاء الله الصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله، وبكل ما تمنيتوا إن شاء الله، ويرفع عنا ربي هذا الوباء. كل عام وأنتم بألف خير. تحياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هشام أبو شروان، تحية كبيرة للمغاربة. أتقدم بحر التهاني بعيد مناسبة عيد الفطر المبارك. الله يدخله عليكم الصحة والسلامة والعافية إن شاء الله وطولة العمر. نتمنى إن شاء الله هذا الوباء يزول علينا إن شاء الله في أقرب وقت، والحمد لله الأمور غدا مزيان بفضل الصبر ديال المغاربة كلهم والتزام ديالهم، فإن شاء الله نتغلبوا على هذا الوباء باش نتلاقوا إن شاء الله في أقرب وقت. تحية لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، معكم محمد بن شريفة. أفضل ما تختتم به الأعمال ويكون سببا لقبولها عند ذي الجلال والإكرام،
الاستغفار والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعيدكم مبارك سعيد، أدخل الله عليكم بالصحة والسلامة والأمن والإيمان، دون أن ننسى الالتزام بالمنازل، وشكرا. السلام عليكم، معكم مروان زمامة، لاعب فريق الرجاء الرياضي والمنتخب الوطني سابقا. تحية كبيرة للجماهير المغربية وتحية خاصة للجماهير الرجوية. كنتمنى عيد مبارك سعيد لكم بالصحة والسلامة، والجميع المغاربة داخل الوطن وخارج الوطن. وكنتمنى من الجميع أننا نزيدوا نلتزموا ونبقوا في بيوتنا باش نقضيو ان شاء الله على هذا الوباء في اقرب وقت ونخرجوا باقل الاضرار، ومع تمديد الحاله الصحيه الان في المغرب كنتمنى من الجميع انهم ان شاء الله نتبعوا تعليمات السلامه باش ان شاء الله نكونوا في الموعد ونكونوا واعيين بالمسؤوليه ان شاء الله. والحمد لله احنا غاديين في الطريق الصحيح. كنتمنى ان من الجميع يلتزم، ومن جديد كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخله علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذا العيد عيدا مباركا سعيدا بالطمأنينة والسعادة والراحة لجميع المسلمين. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس، نصره الله هذا العيد، وأن يدخله عليه بما يحب ويرضى له ولأبنائه ولشعبه، إنه على كل شيء قدير. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعنكم الوباء، وأن يحفظنا من كل داء، وأن يعيد علينا رمضان وهذه الأعياد أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن ننعم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. يا من أتيت فزدت حبنا، أسعدتنا وجمعت شملنا، أنت هدية من الله لنا، بعد انتظارنا لك طول السنة، فيك السرور والهنا، حمدا لك يا ربنا.